ما الحواجب من ضمن العين. أوكي. يعني انت عن الجفون تحديدا، الجفون تحديدا ممكن تبقى فيها ارتخاء. أوكي. فطبعا ده في الحاله ده عين، او فيها ترهلات يعني لو جلد زياده يعتبر ده تجميل بيشيل الجلد زياده. أوكي. او فيها زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه لو فيها دهنيات يعني. أوكي. في دهن طالع كده اللي احنا بنسميها باجي ايليدز. او في الجفون التحتانيه نفس الحكايه، ساعات يبقى فيه ترهلات وساعات يبقى فيه انتفاخات ودهنيات. ففي الحاله دي احنا بيبقى مطلوب مننا ان احنا كجراحين كنا زمان يعني انا بشتغل من حوالي 15 سنه كنا مكتفي بالجزء الجراحي ان احنا نشيل الجلد ده هو ونشيل الدهنيات الزياده دهيا، لكن كان بينقصنا ان احنا نعمل تايتنينج للجلد يعني نخلي الجلد مشدود شكله حلو اللي هو زي الاطفال زي سن الشباب الصغير. الجلد لو فرق بين الكبار والصغيرين ان هو بيبقى مشدود طبعا. ده اللي اضافت لنا التقنيات الجديده اللي هي زي الليزر وزي الاضواء اللايت سورسز والحاجات دي. طيب يعني دلوقتي هي بتعالج وتشد في نفس الوقت. الجراحات عادة بتعالج جزء كبير جدا، بتخفي جزء كبير جدا من المشاكل اللي حصلت، لكن الليزر بقى بيبقى دوره الاساسي هو ان هو يشد بعد كده، يشد الجلد بعد كده، فبيدي بيديله الرونق اللمعه. يعني احنا اللاستر اللمعه ده ما نقدرش نجيبه في الجراحه، صعب طبعًا جدا كان طبعًا. فكان دايما يبقى المريض بعد ما نخلص العمليه يقول لي طب انا مش عندي كسور هنا زي كده، فدي اللي بقينا بنخش فيها بالليزر او بنوع من انواع الاضواء او بالاشعه الريدي فريكوانسي او بالحاجه ايا كان بالتكنولوجي دلوقتي بنستخدمها عندنا في المستشفى المغربي، وبتفرق معانا كتير جدا يعني بتخلي منظر رائع اكثر من رائع. حلو. الكسرات اللي على الجنب اللي زي ده هي كل الحاجات ده هي كل الحاجات دي دلوقتي بندخل فيها. طيب دكتور بشكل مختصر عشان عندي كثير اسئله في وارد صراحه، ايش بيصير تحديدا يعني لما بيجي الليزر هو ايش بيعمل؟ الليزر او الليزر هو نوع من انواع الضوء. أوكي. تمام. ودي من يعني سنة صغيرة كده بس من رحمة رب من حكمة يعني احنا انا فوجئت ان احنا لما كنا نقول الله نور على نور ففوجئت ان هو النور ده هو دلوقتي اللي بيرجع لنا الحياة وهو رجع لنا الشباب. حلو. فكل علاجات التجميل او معظمها اللي هو الفعال جدا هو الضوء. الضوء بينزل على الطبقات اللي تحت يبتدي يعمل شد لطبقة الكولاجين اللي هي تحت الجلد. بيبتدي يشدها بيعملها اعادة تركيب تاني يسخن، والكولاجين ده زي حاجات بروتين. صح. بيسخنها فلما تسخن تشد. صح. يعني بتبدأ تشد تتمدد، لما تتمدد تبقى شد الجلد اللي تحتها. فدي دور الليزر او الضوء بصفه عامه ان هو بيسخن الطبقات التحتيه. بالنسبه للدهون في بعض الاحيان بيقدر طبعا هي زي لو الدهون كتير هو ما يقدرش يعمل فيها حاجه خالص. لازم تدخل جراحيه زي ما قلت لحضرتك في دور الجراح. انا بستأصلها، لكن لو حاجات بسيطه بيقدر يدوبها ويبتدي يعملها فتتها ويزقها في الحته الثانيه. طيب يبقى اثر بعد الليزر؟ لا خالص، بالعكس بيبقى المريض مبسوط جدا يعني حاجه خياليه. لا خالص بيبقى في سخونيه طبعا مكان الهيتنج ده هو، وبيقعد حوالي 3 4 ايام مع الحاجات الجديده. بعد كده المريض بيبقى شكله احنا بنسميه اوكل فيشر جوفينيشن يعني اعاده تجميل الوجه ومنطقه الوش كمان تتناسب مع الشكل وبترجع له جزء كبير جدا من حيويته. يعني انا في عندي مرضى كتير لو تشوفهم قبل وبعد يمكن ما خدناش منهم تصريح ان احنا نطلع صورهم، لكن تحس ان هم اكثر حيويه اكثر اقبالا على الحياه اكثر. طيب انا مثلا في شخص عنده ترهل، تمام، كم تحتاج وقت العمليه على اساس العمليه الترهل بتاخد حوالي يعني في الجفن الجراحه حوالي نص ساعه. أوكي. والليزر برضو بيحتاج حوالي جلسه او جلستين، وكل جلسه بتبقى حوالي ربع ساعه مثلا ولا حاجه. الجلسه الاولى في نفس يوم الجراحه ولا لازم بنعملها ساعات وقت العمليات؟ بعد ما بنخلص العمليه ممكن ونخيط الجرح بتاعنا بنروح داخلين بالليزر في نفس الوقت ونبتدي نعمل شد للجلد بحيث ان هو يبقى في خلال 4-5 ايام تبص له بقى شكله مختلف تماما. طيب ايش الشروط تقول يعني مثلا لازم يغطي عينه ما يستخدم ماي؟ لا هو بس الحاجات الحاجه الوحيده اللي قلنا ان هو بعد الليزر الجراحه ما عندناش مشكله، من ثاني يوم بيقدر يمارس كل حياته عادي. لكن الليزر بس عشان هو بيعتمد على انه في نوع من انواع التسخين فتعرضه للشمس بيزود السخونيه اللي احنا مش عايزينها، فممكن نعمل حروق في الحاله دي فبيبعد عن الشمس شويه لمده 3-4 ايام. بالنسبه للمي حار بارد لا كل حياته.